وضعيه الفنادق بمدينه مصر شو؟ والله وضعيه يعني زفت ماكو يعني. شوف هاي الفنادق، كان عندنا فندق الموصل، فندق اوبراوي، فنادق بالدواسه، ماكو فنادق اسعب بالموصل، ماكو منطقه سياحيه واحد ينام بها. ولا اراضي الشاسعه اكو مكانات يقدرون يبنون فنادق حديثه. يجون ناس من خارج البلد من محافظات، يعني يجي ابو بغداد العسكريين مدنيين يباتون، ماكو فندق لحد الان بالموصل. لحد الان فندق بالموصل ماكو. اي فنادق، فنادق مهموله، شوف كلها واقعه. نرجو من وزاره السياحه تنظر لهذا الحال، يعني يعني تسوي متنزهات، تسوي تبليط الشوارع، تعمل يعني سياحه بالمدينه. الموصل اخي ام الربيعين يسموها. الموصل يعني مضروب بها المثل يعني. نرجو من وزاره السياحه تنظر الى مدينه الموصل. دور الفنادق هذه الى عاده ايش راح يكون؟ يعني ما تساعد الحركه التجاريه؟ شلون ما تساعد الحركه التجاريه؟ طبعا. الفنادق مهمه بالمدينه. شلون؟ طبعا مهمه بالمدينه. واللي يجي وين يروح غير على الفندق؟ عسكري مدني، عنده معامله، عنده شغله، يجي بات هنا وين يروح؟ حيتقع على عاتق السياحه المفروض يتحرك البلد. طبعا على عاتق السياحه، والسياحه صفر احنا عندنا. يساعدون بإعادة إعمار ويساعدون بتعويض. شلون؟ المفروض يعني أول ما يبدون يبدون بها حتى ترجع. ما يجي سياح، السوق ما يرجع، المنطقة ما ترجع. أو حتى زوار أو اعتيادي. يجي الموصل وين يروح؟ هسه مشكلة اللي يجي الموصل بشغلة لازم ما يبات. إي والله الحركة هي ترجع، لو بس يرجع خطوط نقل، يعني مثلا يسوون خطوط نقل هنا بهذا ساحة باب الطوب قبل، يعني يسوون خط الباب الطوب ترجع الحركة. أنا في رأيي هيك يعني. الفنادق هي نصير حركة بالروحة والجاية، وهذا يصير الفنادق لو يعوضونهم لو كذا ينطونهم. يعني ماكو ناس تجي على الفنادق، يعني ماكو.